ايه شو طالعون شغل غني بابا يا يلو المسايرين قاعدين ولا ماشيين جالسين ولا رايحين قاعدين ولا ماشيين جالسين ولا رايحين وادم واحد طفاش واحد طماش واحد بالشاشة واحد مجنون يا عمي جمال اشتري الرأي من أساميها شعبية الكرتون شعبية الكرتون شعبية الكرتون شعبية الكرتون شعبية الكرتون شعبية الكرتون احنا شاكين ان عندها ورم في الكبد، علشان كده لازم المدام تقعد عندنا فترة في المستشفى لحد ما نخلص الفحوصات ونتأكد من النتائج، وان شاء الله خير. قوم شمبيك قوم بقى قوم. بشر شيابة مسلمة، ولد ولا بنت؟ ورم. وشو سميتو؟ اقول لك ورم تقول لي ايش سميتو؟ هذا رقم عمان. هلو. نعم انا مسلمان، نعم اني خالف الباطن، نعم. لا حول ولا قوة الا بالله. متى؟ لازم اجيكم اليوم ان شاء الله ان شاء الله. لا حول ولا قوة الا بالله. خير يا ابو سليمان، ما من شر. خالي سالم وولده مسوي الحادث، احترقت فيهم السيارة وتوفوا اثنين. خارد لك مالي اخوي، عظم الله اجرك يا ابو سليمان. لاني انا الباقي لهم في هذه العائلة. لازم اسافر عمان اليوم واحضر الدفن والعزاء. لكن المشكلة ما أقدر أخلي أم سليمان أروح هنا في المستشفى. قل لي يا شمبي هيش أسوي؟ يا شمبي هيش أسوي؟ ما عليك، أنا بخلي حريم الشعبية يجابلون أم سليمان. عطني سويت لسيارتك أنا بوديك عمان. أنت ما بتقدر تسوق وانت بهاي الحالة. الحين خلصنا العزة، انت تقول انك الوريث الوحيد لخالك بعد وفاته هو وولده. انزين ما خبرتني خالك شو كان عنده من الخير؟ مو عنده، الله يرحمه ما كان يملك غير هذا الطراد اللي عليه مكينة 40 حصان وشوية غنم ودقائق وبيته وبس. انا شفت في المقبرة الريال عطاك مفتاح، هذا مفتاح بيته؟ لا، هذا وهم يغسلون خالي لقوا هذا المفتاح معلقة في رغبته. يعني هالمفتاح لو ما كان مهم وايد عنده كان ما علقه في رغبته. صدقك. ويقولون انا الوحيد طمطمة في الشعبية. قم قم، خلنا نصير ندور في البيت خالك. هناي فلوس بس، شي خرائط لأراضي وعقارات بعد. خلاص يا ابو سليمان مبروك، كونغراتوليشن، انت استويت مليونير. الحين بتبتسم لك الدنيا وبتعيش فيها بالسعادة. ملايين الدنيا ما بتشعرني بالسعادة وام سليمان فديتها مريضة. ايه انت اصحى، لين متى بتم مينون يا القنوغ؟ بند العاطفة وشغل العقل مالك، عندك هالملايين كله، ليفل التفكير مالك لازم يروح فوق، مو بهالعنفلوس ام سليمان.
ترك ما تعرف فهذه النسرة مو بتسوي فيني لو آه. واللي بيحل لك مشكلة مسلمة شو بتعطي؟ عيوني له. انت الحين ريال مليونير، يعني لازم يكون عندك مدير الأعمال. خلني أنا مدير الأعمال مالك وبخطط لك وبضبط لك لحياتك. أول شيء برتب لك زواجك هني في العمان، وما ترجع دبي لين ما أعطيك إشارة. ومسلمان ما بتعرف؟ تصدق أنا بيطلع لي ورم نفس أم سليمان والسبب أنت؟ شوف ترى هذا التخطيط اللي يالس أسوي لك بفلوس، أكمل ولا ما أكمل؟ كمل كمل، كلامك بدأ يعجبني. شوف أنت تدخل البحر في الطراد مال خالك بأربعين حصان، تصير بعيد في البحر لين ما ينقطع الإرسال، تعق تليفونك في البحر وترد. طيب وليش كل هذا؟ أصبر علي، لا تأكل قرصك ناي. والشرطة بيتطبعون تليفونك وبيشوفون ان اخر مكان كنت فيه هو في البحر، وشي بتكون انت اختفيت انت اختفيت انت اختفيت. وانا برجع الشعبيه وبخبرهم ان ابو سليمان صار البحر وما رد، ولينا الحين مسكين مفقود. ها شو رايك في فكره الجهندميه وكم تسوى؟ الحمد لله على سلامتك خالو ام سليمان، والحمد لله ان الورم طلع حميد واستصلوه وانت بخير الحين، ويا فرحة ابو سليمان يوم بيرد. السلام عليكم. اعلفوه ياي من عمان بيدين خالية، لا حلواه ولا رهش. هنا ابو سليمان. ابو سليمان مفقود من 3 أيام، دخل البحر يجرب الطراد اللي ورثه من خاله، وطاحت المكينة مال الطراد وسحبه ويا لقاع البحر، وبعدهم الشرطة وخفر السواحل والضفادع البشرية يدورون علي. أم سليمان أم سليمان. هاي يا أبوي، غير اللي فؤادي مرتاح، ما أنا فؤادي مشتقي، ما أعرف عن أبو سليمان من شهرين، ما أعرف عنه حي ولا ميت. شو هذا البيت الكئيب؟ وين أم سليمان اللي يوم تدخل عليها البيت تسمعها تغني بالصوت الشجي؟ يا خوخ يا رمان تعالي من جوا البستان، تعالي من جوا البستان تعالي، يا خوخ يا رمان تعالي من جوا البستان تعالي من جوا. الحين قبلنا. يا مرحبا يا مرحبا بدفوح وعتوقة، هي الحين اكتملنا على بقوا ما يجيب لكم القهوة والشاهي. اللي اتفقنا عليه يا حريم تمام، نبغيها ترد تغني شرعت قبل ونطلعها من مود الحزن اللي عايشتنا. بس سكتوا حكيت. سمعيني يا ام سليمان، الله أعلم متى بيرد بسليمان، وانتي عليك مصرف بيت وأكل وماي وكهرب وتليفون وعلاج، ونحن نبان ساعدك انش تشتغلين وتكدين على عمرك. مو أشتغل أنا، لا عندي شهادة لا أول ولا تالي رأس مالي، الله وهالقدور. انتي عندك شيء أهم من الشهادات في هالزمان، لو تستغلين عدل بس سوينا فلوس واصحاب الشهادات بيحسدونك عليه. صوتك الشجي ما فهمت، وضحوا لي شوية. قررنا نسوي جمعية ونشتري لك طبور ونسوي لك فرقة شعبية. فرقة شعبية؟ بس أنا أبوي صوتي متخسبق ما ينفع. صوتك أجمل من 90% من الفنانات الموجودات في الساحة الفنية. بس يمكن أبو سليمان ما يرضى أبوي. بعد ما يرد أبو سليمان بالسلامة تحجب أي واحتزلي. كوتي يبدأ للتشاي زنجبيل بسرعة، فنانتنا بتغني في حفل طلاق بعد ساعة. شمبي انت شو
يشتغل داخل فركة. أنا لحين متعهد حفلات. أوه هذا رقم من عمان، يمكن يكون بسليمان. ألو بسليمان، بعد غيرت رقم مالك مرة ثالثة، أنت وين؟ هلا بالحبيب، هلا بصاحب الأفكار الجميلة. والله أنا بحدي في شهر العسل، عايش في سعادة بجزر المالديف مع حرمتي الثانية. الله يسعدك مثل ما أسعدتني. الله يسعدك. وين أصرفه هذا؟ أنا أبغي فلوسي. خلص موضوع الورث مالك ولا بعده؟ ترى أخوك محتاج، ولا محتاج لدرجة أني أشتغل ودريول باص مال فركة. لا بعد ما خلص، باقي تصديقات وشهود ومحكمة. يقول ما عندي فلوس ومتزوج ومسافر شهر العسل جزيرة المالديف. ما علي، أنا براويك يا أبو سليمان، انت ما ينفع وياك الا خطه غرق الخرقان اكثر. انت بديت وانت تتحمل. يا نام نام، ماك ماك. انا عازمك على عرسي من الزوجه الثالثه الاسبوع الجاي. مبروك مبروك، تستاهل. وين العرس؟ في الكازا البلانكا ولا المراكش؟ في الباطن. عيل علي الرفجه فرقه الطقاقات علي. هدية لأخوي أبو سليمان. مشكور مشكور أخوي شومبي، ما تقصر. بس ها ترى العروس وادي تغار علي، حطوا الفرقة ورا الحاجز لدواعي أمنية. مع سلامة مع سلامة. أنا براويك. فنانتنا شامبيه يقول لك المعرس طالب غنية الله يسلمني، العروس زعلانة عليه ويبغي راضيها. حاضرين المعرس أبوي حاضرين، ما طلبت اللي حصلت. خذ فريخات عن السماعات. تشك تشك وان زعلان خير اللي على أم سليمان سواه النذل شامبيه. الله يسلمني أنا الليلة. الله عليك يا شومبي، صدق انك صاحب الكارقة النبية. جاب الحرمة رقم اثنين للعرس، والحرمة رقم واحد حاطينها ورا الحاجز تغنيني، والثالثة جالسه على الكوشة. الله يسلمني الليلة. في مثل هالحالات يقول المثل: انا في الحرب ما قربت نفسي، ولكن في الهزيمة كالعدائي. وقفوا يا بنات، شو السالفة؟ تفوح سيري شوفي شو السالفة. اختي شو مستوي؟ نحن مو بقادرين نغني. يقول لش حرمته القديمة اكتشفت النبي تقوز عليها وحاضرت وباقي يتخرب العرس. واويلاه يلا تخليني اشوف هذا المعرس اللي يالسين الحريم يضاربن عليه. اكيد وسيم. كل هالضرابة على هالعوال ابو سليمان، والله انكل ما عد كل سالفة. حسبي الله عليك، كل هالضرب وما طايع تطيح. ما عليك يا اختي، انا بعقلك يا ابو الضرب القاضيه. ام سليمان نعم، تعالي شوفي المعرس. وانا قاضي يا ابو سليمان. وهكذا اندلع الحرب العالميه الثالثه. سايرين
مرئيات سماويتها وارسم للدنيا بسمتها والفرحة